السلام عليكم، حياكم الله، ونشوف هذا الفيديو اللي أصبح ترند منذ يومين وحديث العالم على أسامة بن عبد الله المحلل المغربي لقنوات الكاس في برنامج المجلس مع خالد جاسم. منذ يومين كان ضيف في إحدى قنوات المصرية أعتقد، وقال السعودية تبع الحج والعمرة فقط وليس تبع يعني تنظيم كأس العالم. وبعد يومين واليوم اعتذر لهذا الشيء وقال لم أقصد أليسا، وعندي علاقات قوية مع الأخوة السعوديين وأكون لهم كل الاحترام والتقدير، وأنا زرت السعودية أكثر من 4 مرات وكنت في العمرة. خلي نشوف هذا الفيديو اللي أساء للسعودية، ومن بعدها فيديو لاعتذار للأخوة السعوديين. خلينا نشوف الفيديو ولا تنسون الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. بس ثقة ترمك المغرب ومصر يقدروا السعودية ينظموا على مستوى عالي والإمارات أي. لكن السعودية يلسمك فيها. إذا يلسمك فيها يعني الحضارة. نفس. لا هاد لا الملاعب الحضاري العالي بس. أما ما صامك معنا بجربك في السعودية حتى تضم صلاة الجمعة في مكان المكرم الواقعية تجمي الواقعية تجميش هذا كامل بس ثقة ترمك المغرب ومصر يقدروا السعودية ينظموا على مستوى عالي والإمارات أي. لكن السعودية يلسمك فيها إذا يلسمك فيها يعني الحضارة نفس. لا هاد لا الملاعب الحضاري العالي بس. أما ما صامك معنا بجربك في السعودية حتى تضم صلاة الجمعة في مكان المكرم الواقعية تجميل الواقعية تجميش هذا كامل غدا أو بعد غد ما طرف هذه البلاد استقبال رائع تستحقون استحلان صح استقبال الأبطال نعم ما في شيء. أنت حاب توضح نقطة مهمة صارت لك في أحد القنوات؟ نعم البحث طلع علي فيديو. الغريب أنني لم أرى الفيديو أبدا، أنا مررت في المباشر تكلمت بعفوية كعادتي وبدون سوء نية والله على ما أقول شهيد. طلع الفيديو، لما رأيت الفيديو بعد سنة أو أكثر من سنة حتى أنا انزعجت من نفسي، قلت ما هي علاقة مكة المكرمة بكأس العالم؟ لكن بكل صراحة وأقولها بكل موضوعية، لم أنوي ولو ثانية واحدة أن أسيء للمملكة العربية السعودية، لأن أول المملكة العربية السعودية هي البلد الثاني لكل المسلمين، هذا واقع. أحبابنا أنكرنا هي بلد الحجاز، هي بلد مكة والمدينة، وأنا في سني سبق لي أن عمرت 4 أو 5 مرات. ثانيا ما تفعله المملكة المغربية المملكة العربية السعودية منذ سنوات قليلة شيء خرافي، يعني كاين استراتيجية واضحة المعالم لسمو الأمير محمد بن سلمان، وأنا أعشق سمو الأمير محمد بن سلمان حقيقة، يعني انفتاح جميل. وثالثا إذا كان فهم فيديو ديالي بطريقة غير منطقية ألتمس العذر واضحا من العائلة المالكة السعودية، من الشعب السعودي ومن الحكومة السعودية ومن كل المسلمين. وأعود وأقولها، المملكة العربية السعودية حاليا قادرة تنظم أكثر من كأس العالم. أنا لم أنوي ولو ثانية، أنا أعرف وأنا لست بليدا، أنا أعرف بأن المملكة العربية السعودية لها المال الكافي لتنظيم ما تشاء. أنا كنت تكلمت على بعض ضوابط الفيفا اللي ما يمكنش قبلها من المملكة العربية السعودية، وقارنت وكانت مقارنة غير ناجحة غير حكيمة. ومرة أخرى أتقدم باعتذار واضح لكل السعوديين. أنا بأمانة ترى أسامة حتى أنا انصدمت من الفيديو هذا. متى صار له؟ كأس العرب؟ هذه فاز العرب. كأس العرب. كأس العرب كأس المباشر. أنا لم أراه، أول مرة رأيته حتى أنا ككل الناس. يعني ما لا أريد أن أقول ماذا كنت أريد أن أقول لكي لا ندخل في حيثيات أخرى. المهم إذا صدر مني شيء يعني أقلق إخوان السعوديين صغيرا، يعني ولو بشكل بسيط، أتقدم باعتذاري واضح
والله أني أحب المملكة العربية السعودية وأقولها من قلبي والله على ما أقوله شهيد. اتفق جميعا، عندما أنت تسيء لأي دولة عربية فأنت تسيء لنفسك أولا، لأن نحن ننتمي لهذا هذا البلدان. أنا والله أسيء لأي دولة كانت عربية دائما. أنا لي المعروف في حياتك عندي مشكل مع الدولة، تكون عندي مشكل مع أشخاص، عندي مشكلة كذلك مع بعض المغاربة اللي هم من دولتي، عندي مشكلة حتى مع بعض أهل فاس اللي هم من مدينتي، عندي بعض المشاكل حتى مع أبناء حيي. نعم. لم أتكلم في حياتي على الدولة. شكرا لك، يعطيك الصحة على التوضيح، مشكور، وشكرا أيضا على اعتذارك.